رحمة الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل الشيخ بربراوي شيقي تلكيني قرن من أمي دوبة شيخنا وحلا يا هاي إلى هاي وكحفظ الشيخ عمري قال الله ديريو عافظ رعا الله كسيو ما شاء الله تبارك الرئيس ومالنا اسكت دوبنا هذا دمانتين إذا باك تشيرا دين باك تشيرتا أما قال هذا ودن كاغا تشعلو وناقي سكشقه إلى الشو فطراهان وحوت شعلان إيري تميشو كل شيء وكبر باري شرع انه وحي وجعلانه انه بلد كيس ياهي بلد اسلام دول اسلام انه ياهي اي وجعلانه او ودن كيس سيده الدين هاني ادويان بو هرمر لها وكشقيه عيد ديباته لا دونيسا كورت دك غار كود با لا يابا اني دوينه كا دادعيان ودن كاغا اند بابيس واب قحدادو ودن كاغا وبربره سي وحتا وحتا كدنبيه سي لو غاړو ورا سومالدو اني ميدودا وا مقدس مسلمين تو دمي اني ميدوبان با وح فيعنا لكن محال قومي دوبيا دي لاي الدين تيس لهذا بشرع دي دي خروج قال خروج على الحاكم ضدك أبابو ليا للعاك هلقو بحيو إن دولة دالكا كترتا لقى السهر تشيستو هلا أبابو له ضدك هلقو وعي قليو كل هذا هو غلط ومخالف للشريعة. وبلد النبي عليه الصلاة والسلام بلد كيسي ودن كيسو مكوي يعني هلقا وكل شيء وكبر باري إنه رشي سئين تقبضان وكقاتل ومكة وصدح إيه كنتن سندود بو النبي عليه الصلاة والسلام مكاكو نولا أفرتنا اللو وحيون إيه صدح إيه طوان سندود أو النبي أها نولك إلهينا رسولك عليه الصلاة والسلام مكا أيو وچعلا ومحو كوچعلا دي مكا لأنها بلد ووطن وبلد كيسي ودن كيسي وانا أمر فطرية وضدك إلهي كباري بل حتى حيواناتك كماشي وكل شيء وكبر باري إنو دولك كلاو كتش علاضو وميل كلاه دو تاقو هل كاوسو بهليوبو وميشا كلا غربو كدريبو واجيني نمو كدريبو مركا غريب وكل نقونا يا ميشا كلا وحانو تش علي سنة يا إنو ميشي سيو كل نقضي لهذا رسولك عليه الصلاة والسلام يقول الصفر وقطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل سفر كوا قبل عذابه كديده قفك عنتضى يهرد يحس لمو دينيه متكين مركو دمتو سفر كلها ودما يستو هدك دغو هره او نوقد ددكيس عيب ما قفكم مركا ودنكيس اينو جعلاد جعيل كاس او جعيل شرعيه او جعيل فطريه فطرهان وحوت شعلانه إيه تمشي كل شيء وكبر باري شرع إنه وحوت شعلانه إنه بلد كيس وياي بلد إسلام دول إسلام إنه وياه أيوة شعلانه شعل كان راح كده ما يدقف كودن كيس إنه إلى عشلا وودن كيس وصيدو الدين هاني الديان بو هرمر الله وكشقيا ودن كيسو إنو بابا أو أما دباتا أي كرنا عدو إنو كرايسان يو نبسان يو سلامر كاروا إنو كهر تغيوي كما قال هذا ودن كاغا تشعلو وناقي سكشقه إلى شو وحي دباتا كإلالي عدو دباتا لدونيسا كهرت تتكغار كود بالغي يابا إني دوني كارنا دعيان ودن كاغا إنو بابيسو وفتنة كردو وأبقى قحضة هذا ودن كاغو وبربرة سي وحتا كدن بيسي لو قارو ورا سومالدو إيه ميدودا ومقدس مسلمين تور دم إيه ميدوبان باوح في عنا لكن محالو قو ميدوبا يا دي إلهي الدين تيس والتعاون على البر والتقوى أبو الإلهي من نموردن إلهي سبحانه وتعالى ما أماني ومن لماذا حق اللي قومي دوبي واعتصم بحب الله جميعا ولا تفرقوا أي كذا الله سائل ليسو كعشرة وناج الدين دي الدنيا بقى سائل الله وتعاونوا على البر والتقوى مركزي تالو قارو وين وضن كعج بابي صورت ترى سومال لا واحد ترى معها وحويا سومال لأني ماذا وين للديدو تاسوا عقل جد ديدا ينتان شرع بالقارب وواحد ترى وين سومال لأن وودن ترى ودول كيرا ضد با كنول دولت با كتيرتا نظام با كتيرا دين با كتيرتا انت وناغا كتيرتا با اني سيدا او كيرتو اي سيكور دابين دورين وحي انت وناغا انو غو سو بيريا
يعدي نوجس وكرلين يسوين كوع قله لكن عدة دون سين تاني نجابها بيسو كدون ياها النقطة في الداخل أو في الخارج جدا هاتشوا قام الدب دا هاتشوا كعقبل بين وهكذا كل بلد إسلامي لول كستوى إسلامي نوع أساس القلم هل كانوا قرا معي إلا بابية هم في تنا لجريدو يربشت والنظام كي الدولة لماذا يكل الدبين تلقى بابية ما لول كإسلام ككم إذا إن ذاق بشمع ولهذا بالشريعة الديني خروج كالخروج على الحاكم ضدك أبابولا يا للعك على قب حيو إن دولة دالك هك ترتى لجس صهر جيستو هلا أبابولا ضدك هالقوة عيجليو كل هذا وغلط ومخالف للشريعة وحي تلون أكسنا قفكو بحنا يا وينو سيدو بحيو وحي وحترون أكسنا بحنا يا وينو بحيو وحي وناك سوكرني من سوكرني لكن وضد الله مريه وناك وشيك يا هذي داعات بكتهاي إن النقطة معها مفسدة هي حمان هي الضرر هي الإباطة تاشر عدو ما أقوله نبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر لا ضرر في الإسلام إسلام كل نبي مفسدة ما أقوله واحد كبر رسولكم مكوتش على لأنها خير أرض الله لول كيلالك هو خير بدوي وسيد أحمد يترمذي بأوليه من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء قال رسول الله والله إنك لخير أرض الله ما كون نبي الشيخين لولك إلهالك وخير بضن باطل وأحب أرض الله إلي لولك إلهالك نتش على بانك ولولا أني أخرجت منك ما خرجت هدال لك كاساري لهين وكفار قريش آري إساري لهين ولي قيبا كمان بحمل نبي عليه الصلاة والسلام مكاي مالك الدمح نبي مكاو قلنا قواي مكاي قال هذا كحرودي المدينة والدقناء لأن النبي مهاجر بوها مهاجر كان الرسول كشاقي لهم أقوله ماشو كه جلودي صدح مع الموضوع حكا بضاني نتشوف مالك صارت النبي عليه الصلاة والسلام مالك الدنباء مكو أصيدا وتشعلي وقلنا قوة يواتها